بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. ما زلنا في أسبوع التنظيف. احنا قلنا عايزين نبدأ أول السنة بأسبوع تنظيف، تنظيف من الكراكيب وتنظيف من الأشياء الرواسب والحاجات المتراكمة جوه البني آدم. والحقيقة النهاردة الخميس، لكننا قلنا يعني بشكل استثنائي نكمل أسبوع التنظيف، وبما أننا بدأنا بالقلب يوم في الحلقة الماضية يوم الثلاث، وقلنا ازاي يعني ننظف القلب ونرتقي بالقلب كده وندخل بيه سليم، فقلنا نكمل بقى ونبدأ في تنظيف النفس. النفس دي اللي هي ايه وتتنظف ازاي، وايه الوسائل اللي نقدر يعني نعمل بيها حالة انعاش لنفسنا. فضلت الشيخ أشرف الفيل منورنا. أهلا وسهلا. الأول أعرف إيه هي النفس دي وهنضفها إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة النفس هي أحد العناصر التي ركب الله عز وجل منها الإنسان، وهذا العنصر الذي هو عنصر النفس هو شيء غير معلوم غير مرئي، يعني حاجة مش مرئية ومش معلومة، وهي تختلف عن الروح، لأن الروح حاجة والنفس حاجة تانية خالص، دي حاجة ودي حاجة. فالنفس هي نفس الإنسان، ونفس الإنسان التي يقع عليها الشعور بالألم. الألم احنا بنسمع الألم النفسي مش الألم الروحي. طبعا يقع عليها العذاب، بيقع عليها الوفاة. ربنا قال في القرآن الله يتوفى الأنفس، ما قالش يتوفى الأرواح. يتوفى الأنفس. فالنفس في تركيبة الذات البشرية هي منوط بها عدة أمور. الأمر الأول أنه يقع عليها العذاب ويقع عليها النعيم، هي اللي بتشعر بالنعمة وهي اللي بتشعر بالعذاب. في الحياة الدنيا النفس هي اللي عندها شعور بالحزن أو بالكآبة، وهي اللي عندها شعور بالسعادة وبالفرح. دي اسمها النفس. فالنفس دي اللي موجودة في داخل الإنسان. ويا أيتها النفس، والنفس مرتبطة حتى بنفس الإنسان. لأنها تخرج مع نفسه. يعني خلاص لما تخرج، فأنت ساعات إحنا وإحنا بنتكلم يبقى عندنا يعني شهيق أو زفير شديد، أو ساعات يعني ناخد نفس كده من الزهق. فالنفس هي اللي زهقانة، ولما نعمل ده ولما بنتعصب ولما بنعمل الكلام ده، كله ده مبنى النفس. النفس دي بقى ربنا سبحانه وتعالى عمل لها حاجة واحدة في العبادات، وهي دي اللي بيطلع منها النفسية. يعني النفسية. نفسيته تعبانة، نفسيته مرتاحة، نفسيته كويسة، يعني المريض النفسي بسبب النفسي. نفسه. أيوة. لأن أنا عندي الوسواس نوعين، وسواس نفسي من النفس، ووسواس تاني من الشيطان. وسواس الشيطان أهبل، حاجة بسيطة، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص راح خلص. إنما النفس لا، موضوع صعب جدا، لانها مغلغله في داخل الانسان. ولذلك لما بتوسوس لك مش هتعرف تهرب لا، ما تعرفش تعمل حاجه منها. تهرب من نفسك تروح فين؟ هي انت في نفسك. فعشان كده ده مهم جدا. فلذلك لما الانسان بيجي له وسوسه النفس في 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 الذات البشريه، في الالهيه وفي الكلام ده كله، في العبادات وفي الحاجات دي كلها، ما بيعرفش يتخلص منها بسهوله، ويحس ان في حد بيكلمه. حد بيكلمه مش عفريت ولا جن ولا بتاع، لا، اللي بيكلمه هي نفسه. هي نفسه التي بين جنبيه، هي اللي عملت كده. وصلت لمرحلة المرض الشديد. ايه اللي بيمرض النفس وايه اللي بيعالج النفس؟ نمرة واحد، اول حاجة بتمرض النفس عدم اعطائها الغذاء. واي انسان في الدنيا اللي خلقها ربنا لو امتنع عن الطعام والشراب بدنه يعيا. طبعا يمرض بدنه مش نفسه، بدنه. هو اللي علاج. ان انا اعرف علاج الروح وعرفش علاج النفس. لا، علاج النفس بقى الصلاة. ربنا جعل لها الصلاة. مش هي علاج الروح برضو؟ لا، الروح علاجه في القرآن وفي الصيام. الروح حاجة والنفس حاجة، بس خلينا في النفس نحن نتكلم فيها بس النهاردة عشان نتضفى. حضرتك عملت فصلة، أنا كنا حساهم وكانوا مرتبطين ببعض، أنت فصلتهم؟ كان كثير من الناس يقولون هذا قديما، فصلت الروح عن النفس. نفس خالص، دي حاجة ودي حاجة. الروح لما النفس بتطلع بتموت، بيحصل على الموت، الروح ملك الموت بيبقى جاي مش ياخد النفس، ياخد الروح. فبياخد الروح من النفس، فبيقول لها يا أيتها النفس طلعي لي بقى الروح اللي جواكي يلا، عشان الروح جواها. فالنفس هي التي تموت، ياخد منها الروح، فالنفس هي التي يقع عليها الموت. أما الروح لا يقع عليها الموت، لأن ربنا قال الملائكة بياخدوها ويحنطوها، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهم هيشيلوا الروح وهي ميتة، يطلعوا بها السماء ربنا، طب إيه فائدتها؟
ما هي ماتت لكن هي حية. يعني الروح هي اللي بتحاسب؟ لا، الروح لا تحاسب، النفس هي التي تسأل، هي التي تحاسب. الروح هي التي تلتقي بالله سبحانه وتعالى، لما بياخدها الملائكة يطلعوا بها ربنا فوق، فربنا بيقول لهم خلاص هي جاتني، هي خلاص يعني كأنه استلمها، فبيقول لهم خلاص ارجعوه إلى الأرض، فإن رجعوه تاني يدخل في النفس في القبر، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فالنفس التي يقع عليها العذاب، والتي يقع عليها السؤال، والتي يقع عليها النعيم، دي النفس. بس دي شق تاني مش عايز ادخل فيه دلوقتي. عايز ادخل في شق التنظيف النفسي. انا عايز انظف، انت عامله يعني حمله تنظيف، فاحنا حمله التنظيف دي عايزين ندخل فيها ونستشارك فيها. فنظافه النفس، فالنفس دي بتتحمل ايه؟ لما احنا بنمنحها من الغذاء بتعيا، بتمرض النفس، فتبقى نفسه مريضه. غذاء النفس في الصلاه. قال رجل من خزاعة كما في سنن أبي داود لما دخل على أصحابه فجعل يتحرك يمينا ويسارا، فقال ليتني صليت فاسترحت، فكأنهم عابوا عليه ذلك. قال له ايه استرحت ايه انت ما تقعد ايه اهمد، يعني ايه اللي محركك كده ومخليك مش على بعضك؟ قال لهم لاني يعني عايز اصلي، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. خلاص لان النفس عايزه تاكل، عايزه تتغذى، زي ما انت تكوني جعانه جدا وتشم ريحه الاكل، فلما بيجي ريحه الاكل فبقى عايز تاكل اي حاجه. النفس كذلك لما تيجي الصلاه، المفروض كده لما يجي وقت الصلاه يبقى النفس عندها مشتاقه جدا، عايزه تقوم للصلاه. هو ده طبيعه الانسان، المفروض يبقى كده، المفروض الطبيعة الإنسان يبقى كده عشان يحافظ على نفسه. ربنا قال في القرآن في سورة المعارج الآية، مجموعة آيات كده بقى ورا بعض، قال إن الإنسان خلق هلوعا، يعني 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 عنده هلع كده ومش على بعضه خالص. إذا مسه الشر جزوعا، يجزع ويتضايق وبتاع، وإذا مسه الخير منوعا يعني لما يجيله الخير يقوم مدسه عنده ومش عايز يديه لحد، عشان متهيأله إن الخير ده هيروح خالص. وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى من ذلك فئة واحدة، قال إلا المصلين. الله. بس ما قالش إلا الصائمين، إلا الحاجين، إلا اللي واكلين، إلا اللي شاربين، لا، قال إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. بس مين بقى؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، اللي هو دائم في صلاته، اللي هو بيداوم على الصلاة، اللي بيحافظ على الصلاة. فأصحاب الصلاة يا أستاذ الدعاء، أصحاب الصلاة هم فقط دول الأشخاص اللي ما عندهمش هلع، اللي ما عندهمش هلع نفسي. طب أقول لحضرتك حاجة، في ناس بتواظب وبتداوم على الصلاة لكنها أصبحت من الروتين اليومي بالشكل اللي هو بسرعة، علشان عندنا حاجات، فاحنا عايزين نحافظ على الصلاة بالشكل اللي نعالج بها النفس، ما تبقاش داخلة في الروتين. يعني أنا انت ما هو لازم أنظف نفسي عشان أحس بده. فنظفها إزاي؟ ما أنا هضرب لك مثلا. لو أنا شايل مثلا على إيدي كده حاجة، مثلا أنا شايل حاجة على إيدي مثلا 20 كيلو، فأنا شايلهم بالعافية، أقصى حاجة أقدر أتحملها 17-18 كيلو، فحد قال لي ده 20 كيلو مش فارقة ال 2 كيلو دول، يبقى أنا كده شايل إيه؟ أتقل من الوزن اللي أنا بشيله، صح كده؟ والمفروض أشيله من هنا أوديه هنا. لو واحد حط لي عليها 2 كيلو في الطريق، إيدي هتفلت وهيقع في الأرض. هكذا النفس. النفس متحملة أمور كتيرة جدا. فلما بتيجي عند الصلاة هي مش قادرة تشيل، مش قادرة حتى تصلي، مش قادرة حتى تعمل. فلازم نظافة النفس، نظافة النفس، نظافة النفس. فتنظف النفس من وساوس الشيطان ومن وساوس النفس ذاتها. بتتنظف، بتتنظف بإيه؟ بالذكر. الشيطان جاثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس له. فإحنا خلاص يبقى نشتغل في الذكر. أيوة. ننظف النفس من انشغال النفس بالباطل، لأن والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فأنا دلوقتي لو واحد قاعد قال له أنا فاضي ما وريش حاجة، فسايب، فهو مش عايز يشغل نفسه في الذكر، في الطاعة، في العبادة، في قيام الليل، في كذا في كذا، يقوم يخليها يشغلها في حاجة تانية من أمور الدنيا. إيه حاجة تانية؟ يتسلى بالحوار، بالسهرية، بالتليفونات، يرى فيديوهات، يعمل مش عارف إيه، فنفسه تشغله بالباطل. النفس بقى اللي احنا مش فاهمينه، بص الحديد ده لونه ايه؟ اسود. لا ابيض، الحديد اصله لونه ابيض، صدى مش كده، بيصدي بيبقى لونه اسود. فاحنا دلوقتي بقى هنشوف السؤال ببساطه، اسود. اي حد تقول له الحديد لونه اسود، لا الحديد مش لونه اسود، لما تقطع الحديد نصين تلاقيه من جوه ابيض، فضي
لونه أبيض فضي صح كده. بس إيه اللي حصل؟ فضل تتراكم عليه العوامل التعرية لغاية لما تصديه الصدى بقى جزء من الحديد، بلران على قلوبه. فالنفس نفس الحكاية، النفس بتصدي، بتصدي من إيه؟ بتصدي من الذنوب، بتصدي من المنكرات، بتصدي من المتابعات. وتتأثر النفس بحاجتين اتنين أساسيتين، بالنظري وبالأذن، بتتأثر بالاتنين دول خلاص. إن السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة. ليه ما تكلمش على اللسان، ما تكلمش على الشم، ما تبقى دي كلها حواس. اسمعنا السمع والبصر، لأن السمع ترمي ودنك أيوة حاجات ممكن تبوظك. والسمع يصل إلى النفس مباشرة. يعني وأنا قاعد دلوقتي لو أنت قاعدة ورا الحتة دي وأنا قمت متكلم في حق الكلام مش كويس وأنت ورايا، ودنك سمعت، أنا مش شايفك، ودنك سمعت، نفسك على طول تتغير على طول في لحظة. عشان كده ممنوع حد يجي يوقع بيني وبين حد، تغيرني منه. نقفل بقى، ما ننظف بقى العالم دي. ما العالم دي اللي قاعدة تتوشوش لنا وتدينا أخبار عن الناس، ما نقفلها، ما نقفل صفحتها كده وخلاص وخلصت بقى في السنة الجديدة. اقفل بقى، يعني فلانة بتحب تقعد جنب فلان عشان بتجيب لها الأخبار، الأخبار بتاع ما عرفش مين، الأخبار واحدة متطلقة فعايزة أخبار طلقة، واحدة مش عارف إيه، أي أخبار بقى، واحدة عندها مشكلة مع ابنها فعايزة حد يجيب لها الأخبار بتاعته، ده وقع، ده اتحور، ده عم، فتبقى فرع إيه ده. نقفل بقى السكك اللي بتجيب الأخبار دي كلها. طيب. ونروح قافلينها تمام. يعني دي دلوقتي احنا عايزين نرتب كده ونفنط اللي حضرتك بتقوله عشان ما يبقاش، عشان الناس تفهم. دلوقتي انا داخله انظف نفسي من الشوائب والحاجات الكتيره اللي جسم عليها عشان اتحرر وابقى يعني اقدر اعمل الحاجات على اكمل وجه. فالصلاه هتنظف النفس. بالظبط. طيب انا هتغذي النفس. حلو قوي. طب انا عايزه الصلاه تبقى تطلع على اكمل وجه، فانا لازم انظف نفسي عشان ابقى مستعد للصلاه كويس. فانظف نفسي بالذكر. أيوة. طول الوقت الذكر. أيوة. الذكر. طيب فايه تاني قلت بقى؟ تالت حاجه اقفل بقى عشان الذكر. ايوه. فادي عشان ادي وقت للذكر، اقفل الطرق، اقوم قافله الحاجات اللي بتضيع عليا. ايوه صح، اللي بتشغل حياتي دي. الراجل الكبير في السن دخل على النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد كده راجل كبير في السن ولسه حديث عادي بالاسلام، قال له اوصني ولا تثقل عليا. انت شايف يعني انا راجل كبير في السن ومش هقدر اعمل حاجه، فانت قول لي حاجه واحده بس، ما تقوليش مليون حاجه، انا مش هعمل الا حاجه واحده بس. فقال النبي عليه الصلاه والسلام له: لا يزال لسانك، شوفي، رطبا بذكر الله. يعني افضل لسانك على طول بذكر ربنا سبحانه وتعالى. هو راجل كبير في السن، فحله فين؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. ادعى الراجل التاني، راح النبي عليه الصلاه والسلام وهو واقف على راكب على ناقته في الحج، وقال له: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. انا عايز عمل، وعمل بسيط وحاجه صغيره قوي، وادي كده اهو اعملها اخش الجنه على طول وخلاص وارتاح من القصه دي كلها. كان واقف جنب سيدنا النبي سيدنا عبد الله بن عباس، فالنبي يقول له: طيب خلاص عايز كده، اقم الصلاه المفروضه. قال له: ايه الصلاه المفروضه دي؟ قال له: الفجر ركعتين ودور اربعه والعصر. النبي كلامه كان بطيء مش سريع، فبيقول له مثلا الفجر ركعتين، يجي عبد الله بن عباس وجنب النبي يقول له: وفي ركعتين سنه خلي بالك، وركعتين ضحى، وركعتين مش عارف ايه، وركعتين ايه، وبعدين صلاه الظهر اربع ركعات، ويقول له: في اربعه بعد، واربعه واثنين بعد وقبل وكده، خلي بالك عشان دي سنه مهمه. والنبي يقول وهو يزود، مش عارف النبي يقول وهو يزود، صوم، يقول له: في صوم اثنين وخميس. النبي يقول له: ما فيش الا رمضان بس. فقام بص على النبي كده قال له: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والله لا ازيد على هذا ولا استزيد. انا لا هزود على اللي انت قلته، ولا انا محتاج زياده من جدع اللي عمال يتكلم ده، لا ازيد ولا استزيد، انا مش عايز دي ولا ديك يعني. فلما ولى النبي عليه الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اللي عايز راجل من اهل الجنه، النبي قال له شويه حاجات بسيطه هو يعملها بس، مش مطلوب مننا حاجات، مش مطلوب حاجات كتير، الحاجات اللي مطلوب مننا حاجات بسيطه بس تتقنها، تعملها باتقان. الله لا يريد منك الكم ولكن يريد منك الكيف. ربنا مش عايزك تصلي طول الليل 60 ركعه، عايزك تصلي ركعتين اتنين بس كويسين، ما تصليش خالص طول الليل بس نام واصحى صلي الفجر. في حاجة دي حاجة غلط. ده حتى الملائكة لما راحوا ربنا قالوا له: عبد نوى قيام الليل ولم يقم. ده الراجل ناوي يقيم الليل ونام وجات عليه نومه ما قدرش يقوم. يقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي ثواب قيام ليلة كاملة واكتبوا نومه صدقة من الله عليه. انتوا عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ فدي تطهير النفس بقى، ده التنظيف بقى، تنظيف انك تشوف ايه الحاجة الأساسية المهمة. بس ما هو احنا بنبقى عايزين نشغل الوقت بحاجات كده
يعني بصلوات وبنوافل وبكذا، لانه احنا لو ما شغلناهاش بده هنشغلها بالباطل. بالظبط. فهي هياها يعني برضو الكثره في الحاجات دي امور بتجنبنا الوقوع في معاصي اخرى. ما انا عايز اقول لحضرتك، ما هو انت مش هتعرفي تصلي الصلاه على حقيقتها لما نفسك تبقى فعلا فاضيه رايقه ما فيهاش حاجه. فانت نفسك رايقه، بصي هقول لك على حاجه. مين نفسه فاضيه ونفسه رايقه؟ لو سكتنا. لو سكتنا شويه. طب بص هقول لك، طب جربي دي. جربي اركبي عربيتك واقفلي التليفون وامشي من هنا لغايه البيت. صعبه قوي، انا ما بعرفش اسكت خالص. صح كده؟ ده مش انت وبس، كلنا. بس انا عايز اقول للناس كلها كده، ادي نفسك في اليوم ساعه 60 دقيقه بالظبط، حطي ساعه قدامك كده 60 دقيقه واستغني فيها عن التليفون وعن الهاتف وما تعمليش حاجه. ومش اقول لك اقعدي اذكر ربنا اقول سبحان الله، لا 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 لا، اسكتي بس 60 دقيقه صمت، بس اقعد كده مع نفسك 60 دقيقة صامت، صامت بس. هتفرغ كل اللي جواك، كل اللي جوه نفسك. نفسك هتقعد تتقلب كده وتقول لك اصل في كذا، اصل فلان راح، اصل فلان جه، اصل هتقعد تقلب جوه نفسها، جوه نفسها. فاديتها فرصة تعيد نشاط نفسها تاني، نفسك انت. ولذلك دايما دايما دلوقتي في الطب النفسي حتى كل ما تروح تكلم حد ولا حاجة وتقول له انا تعبان ولا بتاع، يقول لك ركز نفسك الأول، قول لنفسي الاول، يعني اقدم نفسي على اولادي، اقدم نفسي على مش عارف ايه. في اولويات، اولويات حط نفسك، نفسك الاول، انت نفسك في الاولويات، لانه في الاخر الواحد بيقع. يعني هو لو عمل لكل الناس وهو ساب نفسه هيقع، فمش عارف يعمل لحد خالص. ادي لنفس كل واحد فينا، ادي لنفسه ساعه واحده بس يقعد على الكرسي كده وما يتكلمش. طب قبل ما نطلع الفصل هاخد سمر. يلا يا سمر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. يا عم سعيد عليكم ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب. أنا دلوقتي داخلين على سنة جديدة، بس أنا مش قادرة أسامح حد أذاني. يعني اتأذيت جامد، فأنا مش قادرة أسامح رغم إن دي مش طبيعتي، ولا أنا كده، وأنا زعلانة. بس أنا فعلا مش قادرة. يعني أنت مخصمة بقالك قد إيه أو زعلانة منه؟ لا أنا يعني لا، زمايلي في شغلي انا بقالي كتير زعلانه منهم، ففعلا مش قادره اسامحهم يعني. فانا دلوقتي هل انا عليا عذر ان انا دلوقتي؟ طب انت وانت مش قادره تسامحيهم، مرتاحه ولا منهاره؟ لا زعلانه، بس على قد اللي هم عملوه معايا، فانا اكتنفت خلاص ان انا اتكلم معاهم. فانا يعني انا تجنبت اي وجع ليا، فان انا خلاص ما اتكلمش معاهم تاني. بس فهل انا دلوقتي عليا اي ذنب ان انا مش قادره اسامح في حقي؟ هم مؤذيين، بيأذوكي واذوكي وانت قطعتيهم تقريبا ولا نفسيا جدا؟ طيب انت مقطعاهم ولا طيب مش بتكلم معاهم ومش قادره اتكلم، فعلا اتأذيت جامد جدا. طيب. جدا يعني. شكرا ليك يا سمر. حاضر من عينيا، هنرد على السؤال ده وعايزه اضيف عليه شويه. هو موضوع المسامحه ده داخل في تنظيف النفس ولا مش داخل؟ اساسي. وهل لما سامح ارتاح اكتر، ولا لما اقول لا مش هسامح ابدا ابقى مرتاحه اكتر؟ وهل يعني ايه بنقعد نقيس كده وكده؟ وهل انا ينفع اقطع الناس ابقى مقطعهم ومش عايزاهم، بس انا مسامحاهم من جوه؟ يعني انا من جوه اقول ايه خلاص انا سامحتهم بس مش عايزه اعرفهم لان هم عاملين لي مشاكل. اسال بقى فضيله الشيخ كل هذه الاسئله بعد فصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. بنتكلم على تنظيف النفس، يعني بالأسلوب اللي هو العادي بتاعنا، البلدي العادي بتاعنا كده، إزاي ننظف نفسنا. طيب ففي ضمن حملة التنظيف اللي احنا عاملينها، طيب فضلت الشيخ قال أول حاجة الصلاة، وعلشان نقدر نتقن الصلاة وتبقى الصلاة كويسة فلازم نحيطها بالذكر، وعشان نعمل الذكر ده لازم نغلق أبواب زي النميمة إن احنا ما هو السمع ده النميمة والرغي واللت والعجن والشتايم وكل حاجة دي، نقفل بس ده شوية ونهدى ونسكت شوية كده، ما نسمعش حد، ما نرغيش كتير. خلاص ماشي. طيب بعد كده بقى سمر اتكلمت قالت طيب أنا دلوقتي في ناس مضايقني وأنا مش قادرة أسامحهم، فعدم المسامحة ده
هل هو يريح ولا المسامحة هي اللي تريح؟ وهل ده يصب في تنظيف النفس؟ طيب أنا هو من أهم الأمور التي تدعو إلى تنظيف النفس مما فيها هو المسامحة، إنك تسامح. دي حاجات بتنظف قلبك وبتنظف نفسك جدا جدا جدا، إنك تسامح على طول وتريح أعصابك خالص. عشان كده ربنا قال آية ما خدناش بالنا منها قوي، قال خذ العفو. خذ العفو وأمر بالعفو، بص التعبير القرآني بس، وقال وأعرض بقى حلو قوي بقى، خذ العفو. ما انا جايلك في عرض بس خلينا في خذ العفو. فخذ العفو يعني ايه؟ يعني اختار الافضل. بص هقولك على حاجه صغيره. احنا لو معانا طبق كده فيه عسل، عليه عسل كده، لو سبناه عليان ايه اللي بيحصل؟ كل دبانه تيجي تقف، كل دبانه تيجي تقف. الدبانه بقى في العسل بتلزق، ما بتعرفش تطير تاني، تقعد تهش فيها ما بتطيرش. مش كده؟ فالحل ايه بقى؟ انك انت تروح مغطيها. ايوه، هو دي النفس. لو انت فضلت زعلان من فلان، فطول ما انت زعلان منه من جواك فانت عسل مفتوح مكشوف، فكل كلمه تيجي انت خدتها على نفسك، كل حاجه تضايقك، كل مش عارف ايه، كل مش عارف ايه. فاول ما اجي اقول خلاص يا رب انا سامحت والموضوع خلاص خلص، وتلم الموضوع على كده خلاص، اي كلام بقى يتقال ما يتقالش، شكرا انا كده نفسي ارتاحت. يبقى ده مهمه جدا ناخد بالنا من كده. طيب انا دلوقتي فلان الفلاني ده اذاني، وانا ما اقدرش اتعامل معاه لان هو مؤذي، انا مش قادره. تكمله الايه بقى، اعرض عن الجاهلين، اقفل بقى صفحته، بس اسامحه من جوايا عشان ما اقعدش افكر فيه هو المفروض ايه. سهله دي يعني تتعمل؟ لا صعبه، ما هو عشان ربنا قالها خذ. يعني بص يعني ايه خذ؟ يعني مش هي هتجيلك على الطبطاب، لا ده انت اللي راح تجيبها، ده انت اللي راح تجيب العفو. ركزي من السؤال، من الايه، خذ. خذ العفو فعلا. خذ ايه؟ خذ العفو. ايه خذ العفو؟ وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وايه امر بالعرف اللي في النص؟ يعني امر بالعرف يعني مثلا انا دلوقتي في خلاف بيني وبين شخص ما، فممكن اكلم، انا بضرب مثل بسيط مش تفسير الايه، فانا بجيب بقى مين يعرفه؟ دعاء مثلا، بعد اذنك معلش يعني حاول تكلمي من الشخص ده، يبعد عني، يعمل كذا، يعمل كذا، كيت يحل، ما يتكلمش عني، ما يعملش كذا. يبقى انا خلاص، واتكلم في الكلام المعقول المعروف. يعني ما اطلبش حاجه فوق الوصف. يعني مثلا انا جاري وفي خلاف بيني وبين جاري، ما اجيش ادخل واحد اقول له معلش خليه ينقل من الجنب يروح في حته ثانيه، لا، العرف، خلينا في الحاجه الايه؟ المعروفه والمتعارف عليها والسهله واليسيره والميسوره والكلام ده كله. خلاص عرفت دي؟ طيب الناس عندي صنفين، ناس ذو رحم ودول غصب عني لازم اعاملهم بالحسنى وارحمهم وادعو لهم وكل حاجه، ما فيش غاز. والرحم دولك اربعه، ابويا واللي في درجته، امي واللي في درجتها، اخويا واللي في درجته، اختي واللي في درجتها، مش هنفصل فيها جامد. دولك الاربعه دول مستحيل تخصمهم او تغضب عليهم او تزعل منهم حتى وين اذوك وين عملوا فيك اللي عملوه. خلاص كده؟ ما عداهم من البشر، اصحابي بقى في الشغل، اصحابي مش عارف ايه، معرفه مش عارف ايه، ليس لهم علاقه بالرحم. العلاقه اللي بينه وبينهم عادي، افتحها وقت ما انا عايز واقفلها وقت ما انا عايز. لما اقفلها لا اثم عليا، ولما افتحها لو هتجيب لي اسم، لو قفلتها اخد اجر. فانا صاحبتي وزميلتك في الشغل، ولا صاحبي في العمل، ولا زميلي في العمل، ولا مش عارف ايه، عامل لي مشاكل وبتاع، اقفل الصفحه بتاعته. طب حما، اخت زوج، سلفة، الناس اللي هم مش صلة رحم، لان صلة الرحم دي قصة، دول مش بقطع ومش بوصل، بعمل حاجة اسمها تجفيف العلاقات، بجفف العلاقات، بخفف. لان عندي القاعدة الشرعية بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني الصلاة لا تصح الا بالوضوء، فصار الوضوء واجبا. لازم اتوضى اسمه فرض الفرض عشان اصلي. فنفس الحكاية، فانا دلوقتي انا ما اقدرش ابر جوزي او ابقى كويسه مع جوزي غير لو انا كويسه مع والدته مثلا، والدته ووالده مثلا. طيب حصل مشاكل بين اهل الزوج، فهي تعمل ايه؟ تجفف العلاقه ازاي برضو؟ افهمها. شوفي، حصل علاقه، انا مع الزوجه، مع الزوج حيث ما ذهب، فاتجاهه فين؟ في الحته دي خلاص. انا معاه، لان هي مسؤوليته هو، لان هو الاصل. لو احنا كل واحد فينا طبق الشرع ارتحنا. يعني الزوج الاصل لو واحد من الاربعه اللي احنا عديناهم مش هينفع يقطعهم. فلو اخته اللي مزعلاه مثلا، صله رحمه، هما صله رحمه بالزبط. بس هي الزوجه بقى لما بتدخل بيحصل مشاكل والدنيا بتولع، وكل دي امور برضو داخل في النفس. ده هي دي سبب الكوارث. ايوه،
احنا قلنا في المره اللي فاتت لو يراجعوا بقى الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا بقى على الحقد بتاع النفس وعلى سواد القلب بيجي منين والقصه دي بننضفها ازاي وطريقه تنظيفها وامراض القلوب اللي هي بتبقى مركزه في عقل الانسان دي عقليات اسمها عقليات خلينا نراجع عشان ما نقعدش نكرر لكن الاصل في الموضوع ان احنا لازم نحافظ جدا على المساله دي احنا دلوقتي اجفف العلاقه انا دي جارتي خلاص والعلاقات فيها مشاكل اجفف العلاقه سلام عليكم وعليكم السلام عندها ازمه اقف معاها عندها فرح اروح لها مفيش خلاص صح مش عايز اروح مروحش التداخل الرهيب بيعمل مشاكل بالزبط. فاذا ايه كده طب اخيرا وعايزين نختم احنا قلنا تنظيف النفس بالصلاه والذكر وغلق الابواب النميمه وتضييع الوقت وتجنب ان انا اكلم مع الناس اللي بتاذيني وكده ايه تاني بقى بس لتنظيف النفس ونرتقي بالنفس شوف رقي النفس رقي النفس ده بص هقولك على حاجة النفس دي ثقيلة وخفيفة كل ما تتقل كل ما تاخدك على الأرض تنزلك لتحت كل ما تخف كل ما ترتقي وتطلع لفوق النبي قال للراجل أعني على نفسك بكثرة السجود الله أعني على نفسك بكثرة السجود وكمان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عارفه ليه لان وانت ساجد النفس بتاعتك بترتقي أيوه. فبتطلع لفوق بتتواضع لله بتتواضع لله فبترتقي فانت جبينك في الارض لكن نفسك في السماء فوق طب الناس اللي ما بتعرفش تسجد في الارض ما مش شرط ما هو لو عمل كده لو امام كده امام وساجد هو السجود مش لا هي السجود هو سجود النفس ان انت نفسك اللي قبلت كده انت هقول لك حاجه هو دلوقتي لما يكون في اتنين زعلانين من بعض ومتخاصمين ورايحين يصطلحوا مع بعض مثلا فاللي بيتقابل النفوس يعني لو واحده النفوس اتغيرت يقول لك اصل نفسها اتغيرت الزوجه لما بتدخل على زوجها في غضب شديد وبتاع وجايين يصطلحوا بقى لهم فتره وكذا هي عملت عامله ولا هو عمل عامله جايين يتقابلوا مع بعض بضرب مثال فالتقابل ده الطلاق العيون بتبدا الدنيا بتبقى لغايه اول لقطه كده يبدا في شويه مشاكل وبعد كده الدنيا بتتصلح الناس اللي متخاصمه بقالها سنين لما تيجي بتصطلح بيحصل هي دي اسمها النفس فهذه النفس ترتقي الى السماء بالسجود. عندما يسجد العبد اول ما تسجد تيجي لك ترتقي نفسك الله. الى السماء شكرا جزيلا فضيله الشيخ اشرف الفيل عندنا فاصل قصير ونعود أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين دكتور عماد عواد رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية أهلا بحضرتك معنا احنا بنعمل يعني قدرا كده بنعمل ايه حلقات الأسبوع ده كله اسمه أسبوع التنظيف عندنا بننظف كل حاجة فأولى بما إنها سنة جديدة أولى ننظف إيه النفس وإحنا طبعا اليوم الثلاثة اللي فات اتكلمنا عن فكرة التنظيف بس النهاردة برضو عايزين نؤكد على فكرة إنه من أهم الحاجات اللي بترتقي بالنفس إن أنا أبص لحد فقير وأساعده وأتصدق له هو طبعا إحنا بمناسبة عرض الحصاد بتاع عام 23 معروف ان الايام والسنين خزائن ربنا في الارض بتطلع يوم القيامه وبتبتلي جيلنا يوم القيامه واحنا بنتحاسب ليله ليله نهار نهار سنه سنه يوم يوم يعرض فيه كل حاجه واحنا نقول حصل او ما حصلش هيفرح قوي اللي هيشوف حسنات كتيره في ميزان حسناته او صدقات وهيزعل قوي اللي قصر لذلك في نفس اللحظه دي بيصرخ العبد يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب كنت سيبني بس 5 دقايق ليه هتعمل إيه فأصدق من جمال اللي شافه في الخزن دي خزن الليل والنهار والأيام والسنين من جمال اللي شافه في الصدقات بتبقى أجمل شيء موجود أصلا ممكن تحج وما يتقبلش خلي بالك أنت رايح تحج الكعبة مش هتدعي لك الصفا والمروة مش هيدعوا لك لكن انت لما بتعمل صدقه عملت سقف بيت بيدعوا لك هم ما يعرفوكش فانت بتلاحظ ان في حسنات كتيره بلا حدود موجوده ودعوات ما كنتش تتخيلها استجيبت لانها دعيت لك
عن ظهر قلب وانت لا تعرف الناس ولا الناس يعرفوك. فهتفرح قوي عشان كده هتطلب كنت اخرني شويه عشان اصدق. زي ما حضرتك قلت احنا بنبدا السنه بنحاول نعيد حساباتنا في بيوتنا. طب هل احنا عدنا حساباتنا في سجلنا اللي هو يوم القيامة هيبقى سجل في الحسنات وفي السيئات؟ يا ترى قدامنا فرصة نعدل؟ اه سهل ان انت هتستغفر وتتوب وترجع حقوق الناس وتشوف بقى حق ربنا في مالك وحق ربنا في نفسك وتخرجه. واسرع حاجة بتبدل الاحوال وبتغفر الذنوب وبتنال بها رضا ربنا الصدقة، الصدقات. عشان كده ربنا عز وجل منح المتصدق نعمة ما ادهاش لحد أبدا، ما ادهاش للشهيد. قال إيه؟ قال لربنا في القرآن، قال لسيدنا النبي في القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ الجديد هو بقى وصل عليهم. مين اللي هيصلى على مين؟ سيدنا النبي هيصلى على المتصدق، ما صلاش على الشهيد. معايا؟ لو تتبعنا القرآن كله في آيات الشهداء اللي كلنا نفسنا نموت شهداء، ما جابش الفضل ان سيدنا النبي يصلى على شهيد، لا. انما ده هيصلى على مين؟ كل من يتصدق يصلى عليه سيدنا النبي. شوف الشهيد بتغفر له وبتطهر وبالزكى، انما مش سيدنا النبي ما يصليش عليه. وصلى عليهم. طب لو سيدنا النبي صلى علينا، ان صلاتك سكن لهم. متخيله بقى؟ إن صلاتك سكن لهم. سكن يعني رحمة، سكن يعني نجاة، سكن يعني هيسكن جنبك بقى في الفردوس الأعلى مع سيدنا النبي. ليه أنت عملت إيه؟ تصدقت. عشان كده كل يوم الصبح ربنا عز وجل بيبعث ملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فلما تلاقي الدنيا ضيقه معاك ومصلحتك مش ماشيه، اهدى كده واسال انت تصدقت النهارده؟ طب الصدقه اللي انت تصدقت بيها تكفي اللي انت عايزه وطمعان فيه من ربنا؟ ما هو لازم الصدقه تكون على قدر الطلب اللي انت عايزه. عايز ابنك ينجح في الامتحانات، نجاحه ده يساوي كام؟ هو انت صرفت عليه كام اصلا طول السنه؟ المفروض تبدا تتصدق بقدر اللي انت صرفته عليه. خلينا نحسبها، وربنا بيحاسبنا كده. عايز ايه؟ تجاره معاه. هنتاجر معاه. هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ اه تؤمنون بالله. تجاره. هو عايز اخذ وعطاء. هتديني؟ هديك، بس عطاؤه بلا حدود. عايز ربنا يجعل السنه دي احسن سنه مرت عليك في الرزق وفي السعاده وفي كل حاجه، ابدأها بالتجارة مع ربنا. اشرك ربنا في مرتبك، اشرك ربنا في حياتك، اشرك الفقراء والمساكين. بتجهز بنتك، جهز معاها عروستين ثلاثة طبعا. بتوضب بيتك، بتوضب بيتك، وضب بيتين ثلاثة طبعا. فرق شاسع بين بيتك وبين بيوت الفقراء اللي احنا بنعملها. ولا حاجة. ده احنا يعني بنبني البيت وبنشطبه بالابواب والشبابيك اللي انت هتغيرها، تمام؟ مثلا يعني مش هنجهز عروسة فقيرة زي بنتك، لا. اقول لك على حاجة، في حد مرة حكالي انه السجاجيد اللي عنده غالية قوي، ما شاء الله ربنا يبارك للجميع، هما ناس خيرين على فكرة. السجاجيد اللي عندهم غالية قوي قوي قوي، فغسلوها بس ب60,000 جنيه. بصي هما خيرين وكده، بس انا بقول لك انه الناس 60,000 جنيه ممكن حد يبقى قاعد ايه ما يحتكمش عليهم عمره كله، وهي نفسها في سرير او نفسها مش سجادة بقى ولا اي حاجة، ونفسها في سقف. فاقصد ايه؟ بنغسل السجاجيد مثلا برقم، بنعمل حاجه برقم زيهم، نحط بقى نعمل حاجه ثانيه. مش هيفهم دي الا مين؟ الا التقي. اللي هو اللي ربنا قال عليه الذين ينفقون في السراء والضراء، دول جزاؤهم ايه؟ اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها، مش داخلين وخارجين. في ناس هتدخل وتخرج على فكره الجنه، ترجع النار تاني. الا دول اللي مش خارجين، خالدين فيها، تمام؟ ونعم اجر العاملين. ده شغال عند ربنا بقى، اللي هو مين؟ اللي بينفق في السراء وفي الضراء. فعشان كده بقول لحضرتك وبقول لحضرتك احسبوها صح مع ربنا. احنا في الاخر يا جماعه هنتلخص كده في كتاب، والكتاب ده هيتحط على كفه من كفاف الموازين القسط يوم القيامه. اتحط على الميزان حسنات واتحط السيئات. اللي هيرجع اكتر انت دخلت. يا حسنات جنه يا سيئات نار. ومفيش حاجه هتنفعك، لكن الصدقه
هي المقياس الأقوى الأقوى على الإطلاق اللي بينجي صاحبك مهما كانت ذنوبك. صحيح. الصدقة ليه بقى؟ ليه الصدقة؟ لأن الصدقة مش جاية لك أنت، الصدقة رحل حد ربنا خلقه فابتلاك بيه، وربنا عز وجل بيغير على عباده، فما حد يتفضل على عبد من عباد ربنا ربنا بيغير، فيقول لك لا أنت إزاي تتكرم على عبدي وأنا الكريم، أنا هكرمك كرم بلا حدود. على عكس اي حاجه ثانيه لله المثل الاعلى. ما اعرفش بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم مننا جميعا، ومش فكره برضو غيره يعني، ربنا حضرتك تقصد بالغيره ان هو يعني المؤمنين يخصوه او الناس تخصه يعني. هو في يعني ربنا بيغير من خلقه كلهم. معلش، الراجل لما سقى كلب ربنا شكره، ما غفرلوش وخلاص، ده شكره ليه؟ اصل ده عبد من عباده، فشكر الله له، شكر الله له وغفر له. طيب عايزين حضرتك بتقولي في حصاد، نشوف الحصاد. يعني الحصاد ده هو حصاد الخير اللي الناس عملته، حصاد الصدقات اللي الناس دفعتها، فنشوف حصل بها ايه وتم بها ايه. أنا طبعا بشكر المتبرعين، ده حصادكم أنتم مش إحنا. إحنا مجرد خدم في الدائرة، دائرة الخير أو تجار حسنات بندلكم على الحسنة اللي بتبقى أكتر من 700 ضعف ما فوق. بشكركم على ثقتكم الغالية، وبقول يلا نكمل بقى أكتر السنة دي 24. عندنا مبادرات كتيرة جدا عايزينكم فيها من أول يوم. أول مبادرة عايزين نعمل 1000 سقف، مش هقول 1000 بيت، عايزين 1000 سقف، لأن الشتاء لما نزل زعلنا بجد، في ناس كتيرة زعلت قوي، في ناس ساكنة في العراء. السقف بكام؟ السقف بيبدأ لو حددنا المتر بتاع السقف هنقول المتر ب 500 جنيه، لأن في بيت بيبدأ مثلا من 20 متر لغاية 100 متر، يعني ممكن 10,000 جنيه، ممكن 10,000 سقف ب 10,000، يبدأ بسقف ب 10,000، ممكن يبدأ بسقف ب 7,000، بس حسب مساحة، عشان كده قلت المتر المكعب، تمام؟ متر السقف نفسه خشب. ليلة راس السنة كانت الترابيزة ب 50,000 جنيه، ترابيزة الخروجة. ليلة راس السنة كانوا كده بيعملوا كده، ففي ناس كتير، وأزعل قوي لما يقول لك إيه الناس دي على فكرة بتصرف جدا، بس تيجي تقول لها، ده واحدة من أصحاب الجامعات الشهيرة أو المستشفيات الشهيرة، قالت تيجي تقول لها بقى كده الدنيا ما بقتش زي الأول، فتقول لها كده وتقولي وهي قاعدة على ترابيزة مثلا ودافعة مبلغ، فكده يعني الموضوع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بصي، أنا رحت لواحد كان بايع أرض ب 250 مليون جنيه،
خلاص الكلام ده بالظبط من 6 سنين كان لسه مش التعويم ده. لا يعني 250 مليون كان يوم القيمه. وكنا بنعمل مسجد في منطقته. وكنا عايزين 2 طن حديد. كان ايامها طن الحديد عامل حوالي مثلا 8000 10000 حاجه زي كده. بس قال لي والله الظروف والحاله معلش سامحني. قلت له انت مش لسه باقي ارض ب 250 مليون؟ قال لي انت عرفت؟ طب والله ماني متبرع. قلت له براحتك وانت تتبرع لي ده بيت ربنا بس لما تسمع الاذان طالع منه ابقى قول الطلب منا ساعد وما ساعدش. فبص يا جماعه زي ما ربنا خلق الفقراء خلق البخلاء وخلق الاغنياء. الغني هنا مش اللي بقول عليه اللي معاه فلوس، لا لا، الغني ده اللي هو غني النفس. اكتر ناس اللي هم المتصدقين انا بسميه الغني. طبعا اصل هو بيتاجر مع ربنا فما بيبقاش فقير. ده بالعكس ربنا عطيله نعم كتير قوي لان السعاده مش في الفلوس. ولا الغنى فلوس، ياما ناس معاها فلوس بس مش سعيده. انما الغنى انك تبقى ربنا راضي عنك. ان انت بتستخدم اللي ربنا اداهولك في رضاه. ان انت بتخرجه طالب مرضاته. وبتتصدق على عباده، فانت راجل من اهل الجنه فانت اغنى الاغنياء. هو القصر في الجنه يساوي كام في قصور الدنيا؟ دنيا مين؟ ده الدنيا كلها ما تساويش شبر في الجنه. فبالك بواحد ربنا وعده بالجنه اللي هو المتصدق وعمل له باب مخصوص في ابواب الجنه الثمانيه اسمه الصدقه. ما حدش ينافسه فيه، هتخش فيه المتصدق بس. تخيلي؟ فده انا بسميه الغني اللي انا بتمسح فيه. في باب الصدقه في الجنه؟ في الجنه، ما هو في باب الصلاه وفي باب الصدقه وفي باب الجهاد، باب بر الوالدين وباب الصيام. معايا كده يعني. فانا عايز اقول هم 8 ابواب، منهم باب اسمه باب الصدقه. تمام؟ يعني حتى الصوم ما سموهوش باب الصوم، انما سماه باب الريان. انما الصدقه صدقه. وكانها اخذت منزله الصلاه، زي الصلاه صلاه. تخيلي معايا؟ فهنا بقول حاجه يا جماعه انتبهوا، عشان تبقى غني عند ربنا يعني راضي عنك تبقى غني، انما اوعى تبص للفلوس اللي معاك لان في الاخر هتسيبها وتمشي. اصلكم سمعتوا عن قبر، عن قبر دخلوا سيارات الملك بتاعه المتوفى اللي جوا اخذ سياراته وممتلكاته وشركاته؟ لا. ولو دخلوا طب ما هو الفرع يدخل فين؟ ما خلاص، ما لو دخلوا هم مزار دلوقتي يعني هو هم هيفيدوا ايه يعني؟ يعني عشان كده قال ايه في بدايه الايه اللي قلناها في الاول؟ رب لولا اخرتني. ليه هتعمل ايه؟ هتكمل شركه تانية، هتشتري شركه فلان، اشتري العماره الفلانيه، تشطب الفلاني. انه بيقول ايه؟ فاصدق. واكن من الصدق. وما قالش فاتصدق. فاصدق. الصدق دي بتدل على شده الايه؟ بسرعه. الحرص اللي بيفني نفسه في الصدقه. لدرجه انه ممكن ايه؟ هيتصدق صدقه سيدنا ابو بكر. العلماء لما شرحوا فاصدق قالوا على ان هي صدقه ابو بكر. هو ابو بكر كان بيعمل ايه؟ بيصدق بكل ماله. طيب نروح نشوف تقرير اخر ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ صدق الله العظيم. عاوز احكي لكم حكايه فدانين اصحابهم وقفوهم لله. اتعاملت عليهم المستشفى اللي انا واقف عليها دلوقت، مستشفى البر والتقوى بدمياط. عاوز اقول لكم بس انه في سنه واحده واستجابه لقبول الله عز وجل تم علاج وعمل تحاليل ل 95,000 مريض. تصور 95,000 في سنه واحده. شوف دعاهم يعمل لك ايه يوم القيامه ويكافئك بيه ربنا ازاي. ساهموا مع جمعيه البر والتقوى المصريه.
هي المستشفى مبهرة لما أنا رحت، بس دلوقتي أنتوا خلصتوا يعني، أنتوا تقريبا المستشفى كلها بالأدوار اللي فوق. أنا كنت أنا وحضرتك في دور فوق كده مرة، كان لسه وكان فاضي خالص. هتعمل هو احنا لسه الدور دوت خلاص، هو اتشطب. داخلين في طور ده في رمضان اللي فات. رمضان اللي فات. داخلين في طور اللي هو الفرش. طبعا وزاره الصحه لما جت عشان تدينا الرخصه النهائيه بقى لتشغيل العمليات والعنايه المركزه، طلبوا مننا استقبال تاني، فاضطرينا ان احنا نبني مبنى تاني. معايا برضو عشان الناس تعرف. خلصتوا؟ شغالين فيه لسه في التشطيب يعني. وطلبوا مننا قاعه معينه، وطلبوا حاجات كده، طلبات شغالين عشان تاخدوا تصريح التشغيل. التشغيل بقى بتاع العمليات ده كان المستشفى خلاص تشتغل بكامل قوتها ان شاء الله، لكن لازلنا محتاجين مولد كهربائي ضروري لانه مش هيرخصونا الا بيه. مولد ده عامل كام النهارده؟ عامل 1,000,000 جنيه. مولد كهربائي 500 كيلو، 500 كيلو واط طبعا، عشان لو الكهرباء قطعت تشتغل على طول. ده الاساس. ده مهم جدا. تمام. فكمان عندنا ممكن الدور الاخير في الفرش بتاعه يعني نفرش اللي نفرشه والباقي نسيبه شويه مش مشكله. انما المستشفى تشتغل ان شاء الله بتبرعاتكم. واتصلوا معانا يا جماعه على 19038. كل سنه وانتم طيبين، محتاجينكم معانا عشان نكمل مبادراتنا في طريقنا الى الجنه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جامعة البر والطاقة المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة يوم السبت.